لكنني أحب أن أبدأ من كييف حيث السيد إيفان يواس. سيدي الكريم، دعني أكون صريحا معك في هذه النقطة. الكلام الذي يأتينا وهو كلام مليء بالفخر في الحقيقة من أوكرانيا هو كلام عن بطولة الجندي الأوكراني الذي يحمل على كتفيه التبعات القاسية لهذا الصراع العسكري، ويتكبد الكثير من المشاق ويريق دمه فداء لوطنه. الآن نتحدث عن عشرات الآلاف في الحقيقة من غير الأوكرانيين، كيف يرى الرأي العام الأوكراني ذلك؟ مساء الخير من كييف. مساء الخير من كييف، وتحياتي لك ولمن في الاستوديو ولضيوفك. هذه الحرب بالفعل حرب روسيا ضد أوكرانيا، هي ليست حرب بين جانبين فقط، ولكنها حرب بين العديد من الدول التي انخرطت في هذه الحرب. وعندما نتكلم عقليا ف إن هناك الكثير من الأعمال التي لابد من أخذها في الاعتبار، ومنها المرتزقة الذين يرغبون في الاشتراك في هذه الحرب، وإن هناك الكثير من المتطرفين في دول مختلفة بدأوا ينخرطون في تلك الحروب. وكما ذكرتم إن هناك 27 يؤيدون روسيا و12 يؤيدون أوكرانيا. إن هناك الكثير من الأشخاص ليس فقط في ألمانيا أرادوا أن يكونوا جزءا من هذه الحرب ويشاركوا في هذه الحرب، وإنها حقيقة نراها بأم أعيننا. وبالنسبة لإمداد روسيا ومساعدة روسيا، من وجهة النظر الأوكرانية شيء غريب جدا، لأن روسيا هي دولة المعتدية، وأن روسيا قد قصفت زابوروجيا وقصفت العديد من المدن الأوكرانية. لذلك فإننا نفهم أن هذه الحرب يشارك فيها الكثير، وإن روسيا ارتكبت فيها جرائم الحرب، وهي تريد أن ترتكب الكثير من جرائم الحرب ومن الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني. فهؤلاء الذين يساعدون روسيا لتحقيق هذا الهدف يعتبروا أشخاص يتميزون بالغرابة. وفي البداية، بداية تلك الحرب، كان رئيس وزراء كندا يقول بأن هذا مثال في التاريخ، يعبر عن قتل للشعب الأوكراني وقتل لشعب تم الاعتداء عليه. هذا الذي كان في البداية، إن هذه هي حرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن البعض يعلمون أن الدول الغربية، دول الناتو والدول الأوروبية يشاركون. إن الناتو لا يريد أن يكون طرفا في هذه الحرب، ولكن بعض دول الناتو يشاركون في الحرب ضد روسيا. سأعود إليك سيد الكريم، يعني جعبتي محملة بالأسئلة، يعني ألا تخشون أنه هذا السلاح في أيدي متطرفين بين قوسين سيوجه إلى صدوركم بعد انتهاء العمليات وربما قبلها؟